السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض ليه الناس بتدخل عندنا تشاهد وما بتشتركش. هنشوف ليه المشتركين دول بيضيعوا مننا. طبعا ناهيكم الأول عن موضوع المحتوى، لكن طالما هو دخل عندك واليوتيوب اقترحك ليه وهو شاف الصورة وجذبته فهو دخل واتفرج وما اشتركش. هنشوف السبب مع بعض بسرعة كده عن طريق إحصائيات القناة. إحصائيات القناة بنروح عند قناتنا بالشكل ده، طبعا احنا عارفين بنجيبها منين، تمام. وبره عند الاحصاءات بالشكل ده بيجيلك نظرة عامة، مستوى الوصول للجمهور، اي واحدة من دول اختارها، وانزل تحت عند الاطلاع على المزيد. بيفتح معاك كده الاطلاع على المزيد، بيجيب لك كذا بند يعني تشوف فيهم. اول واحد مصدر الزيارات، الزيارات جايلك من ايه؟ مثلا من الفيسبوك، من الواتس، من اقتراحات اليوتيوب، المنطقة الجغرافية، وفي عندي اللي احنا عاوزينه حالة الاشتراك. حالة الاشتراك لو شايفين اللون الازرق بيرمز لعدد غير المشتركين، يعني في اليوم ده انا في غير مشترك عندي 220 واحد دخلوا شافوا الفيديو وطلعوا ما اشتركوش، وفي 17 واحد بس اشتركوا، تمام. اليوم ده مثلا المشتركين اللي اتفرجوا 22 وغير مشتركين 118، زي ما احنا شايفين اليوتيوب موضح لك الاحصائية هنا. المنطقة الجغرافية لو لاحظنا هنا هلاقي ان بيقول لك ان انت عندك زيارات من مصر بنسبة كذا، وهولندا، وفي الهند، وقطر، والمانيا. انا يهمني الدول اللي هي مثلا المانيا والهند وهولندا. ليه؟ لان هم دول اللي داخلين نسبة قليلة عندي، بس اكيد المحتوى عجبهم ودخلوا، ومع ذلك ممكن يكونوا اشتركوا او ما اشتركوش. علشان كده احنا هنوجه الفيديو ده ان احنا نكسب مشاهدين لا يتحدثون اللغة اللي احنا عملنا بها الفيديو، سواء انت عامل الفيديو باللغة العربي او بالانجليزي. الرسم ده بيبين لنا ان عدد سكان العالم نسبة 25% منهم بيتكلموا انجليزي، وبعد كده يليهم في النسبة اللغة الصينية 18% من سكان العالم، اللغة العربية 6.6% من سكان العالم. معنى ايه الكلام ده؟ معنى انت لما بتعمل فيلم عربي او باللغة العربية اللي هي لغتك وتنزله على اليوتيوب بدون ترجمة، بتضمن ان فيه 6.6% بس من سكان العالم هم اللي ممكن الفيديو يتوجه ليهم ويتفرجوا عليه. معنى كده ان انت بتخسر الباقي، كل ده بتخسره. طيب تخيل ان انت عندك 6.6% واخدت عملت ترجمة واحدة للفيلم عندك باللغة الانجليزية، يبقى انت كده كسبت كام؟ تقريبا دخلت في 30% من سكان العالم، يعني تقريبا تلت سكان العالم لو عندهم يوتيوب وهيتفرجوا اليوتيوب ممكن يقترحك عليهم، لان انت بتتحدث اللغة اللي هم ينطقوا بيها. ولو اخدنا معانا اللغة الصينية واللغة الهندية، هتلاقي ان انت دخلت مثلا 20 و10، دي كده 30 و30، انت كده معاك 60% تقريبا، تلتين سكان العالم. وطالما قدرنا نترجم اللغة واثنين وثلاثة، يبقى الباقيين طبعا بإذن الله هيبقوا سهلين. بالشكل ده انت بتضمن بدل ما اليوتيوب يقترحك لعشر افراد هيقترحك لألف. ليه؟ لان تقريبا الناس اللي بتتكلم انجليزي على مستوى العالم 2 مليار مثلا، فانت بتفقد كل دول وبتروح بس لنسبة قليلة جدا. دي اول حاجة. تاني حاجة، في ناس بتستفاد من الترجمة حتى لو هو لغة تاني، بمعنى ان ممكن انت كده لما مثلا انت عامل فيلم بالعربي وبتترجمه عربي، في ناس فئة انت بتضيع منك ومع ذلك ممكن تكسبها، اللي هي فئة مين؟ الصم والبكم. لان الصم والبكم مش هيسمعوا انت بتقول ايه، لكن هيشوفوا انت كاتب ايه، تمام. دي نمرة واحدة، هيشوفوا انت كاتب ايه ومع ذلك بيتفاعلوا وبيقعدوا فترة اطول، فبيلاقوك ان انت مهتم بيهم على الرغم ان الفيديو عربي وانت حاطط لهم ترجمة عربي. معنى كده ان انت في عندك قابلية ان انت تهتم بيهم، فبتلاقيه بسرعة كده على طول لقيك ان انت مهتم بيه، فبيضغط على زر الاشتراك. ايه اللي يثبت كلامي؟ اللي يثبت كلامي ان احنا هنروح عند خانة بحث اليوتيوب وهنكتب 5 minute creator. اول ما 5 minute craft، اول ما بنكتب 5 minute craft اللي هي قناة طبعا كلكم عارفينها وقناة مشهورة جدا اللي هي العلامة دي. العلامة دي بتشتغل ازاي؟ هما بيعملوا فيديو بلغة غير محكية، يعني هما لا بيتكلموش لا عربي ولا انجليزي ولا هندي ولا ايطالي ولا اسباني ولا اي حاجة. هو كل الحكاية عندهم الفيديوهات، طبعا انت اول ما شفتوا العلامة جه دماغكم على طول ان هما شغلهم بس بيوريك، وما بيعملش حاجة اكتر من كده. هو ما بيتكلمش اي لغة بس موسيقى، وانت بتشوفه بتنفذ او بتشوفه بيعجبك الفيديو بيستمر معاك للاخر.
تخيل ان انت راكب مواصلات وفي صوت عالي جنبك، واتعرض عليك 3 فيديوهات من اليوتيوب. لو اتعرض عليك واحد بالشكل ده طبعا هتسمعه لحد الاخر، لان انت مش محتاج تفهم هو بيعمل ايه، لان انت الشكل واضح. ولو اتعرض عليك تحليل لفيلم او كده وفي ناس بتتكلم او لقاء صحفي، انت مش هتسمع حاجة، هتعديه. اقترحوا عليك فيديو مترجم بكتابة او في نص مكتوب، هتقعد وهتكمل فيه. يبقى احنا كده قدامنا طريقين، يا نترجم ونكتب يا اما نشتغل لغة محكية. ايه الفايدة للغة المحكية او اللغة غير المحكية اللي هي ما فيهاش كلام؟ اول ما كتبت 5 minute crafts جاب لي القناة دي في الاول. روحوا عند الفلتر عشان اثبت لكم الكلام. روحوا عند الفلتر دون واختاروا ان 5 minute crafts دي احنا عاوزين اي حاجة ما يكونش فيديو، احنا عاوزين القناة، اي قناة فيها 5 minute crafts. هتلاقوا ان اول واحدة اللي احنا كنا لسه شايفينها 66 او 67 مليون مشترك، 67 مليون مشترك. والتانية للألعاب 17، وبعد كده واحدة باللغة العربية 12 مليون، ورسايكل إعادة التدوير 2 مليون تقريبا، و18 مليون. كل دول تقريبا مندرجين عندهم، أو في ناس خدت الفكرة بتاعتهم، وكله بقى بيعمل اللغة الغير محكية. عشان كده هتبص تلاقوا إن القنوات دي بتحقق نجاحات عالية. أي حد فيكم يقدر يعمل لغة غير محكية، إن هو يخلي المشاهد هو اللي يحط السيناريو في دماغه، هيحقق نجاحات كبيرة جدا بإذن الله. زي ما انتم شايفين القنوات دي كلها ما بتقلش عن الملايين، مش مليون، عن ملايين. هروح معاكم واوريكم مثال عملي عند قناتنا اللي بنشرح عليها على طول، قناة اكل بشوات. القناة لما دخلنا بالشكل ده كده، رحنا الصفحة الرئيسية، لا رحنا الفيديوهات، رحنا عند الفيديوهات ومشينا كده عند الترتيب حسب الاكثر رواجا، او الفيديو اكتر فيديو في القناة الناس شافته. تمام، هيفتح معايا اول واحد طبعا اللي هو الفيديو ده. الفيديو ده لو بصينا ليه هلاقي مكتوب تحته ترجمة مصاحبة، ترجمة مصاحبة، لان الفيلم ده انا مترجمه. زي ما احنا شايفين اول ما بتفتح الفيديو وتبتدي يشتغل معاك الترجمة بتشتغل، على الرغم ان هو فيلم عربي انا عامل له ترجمة عربي زي ما احنا شايفين. الفايدة بتاعتها ان لو في صم وبكم بيتفرجوا هيشوفوا الكلام مكتوب وهيفهموا الفيلم بيدور عن ايه. بالنسبة للترجمة بنقدر نجيبها من هنا من علامة الضبط، وتلاقي الترجمة والشرح مكتوب 2، يعني مترجم للغتين العربية والانجليزية. تمام، في هنا كلمة خيارات، لو رحنا ليها هتلاقي ان هو بيديك مثلا حجم الخط، ان انت تقدر تتحكم في الحجم كمشاهد وليس كمنشئ محتوى. كمشاهد ان هو يكبر الخط او يصغره طبعا، لان ده راجع، لان في ناس ممكن يكون عندها ضعف في الابصار، فاليوتيوب بيوفر لك الميزه دي في الفيديوهات، ان انت تعمل الفيديو بالشكل ده ويكون الترجمه شغاله، هيظهر الخط تقدر تتحكم فيه. دي اول حاجه. هوريكم فيديو هنا على القناه لمه العيله للشروحات اللي هو الفيلم ده، هوريكم الترجمه فيه ظاهره بالشكل ازاي. الفيلم فيه صوت معلق بيتكلم انجليزي، عشان كده انا عملت له اللغة الاساسية للفيلم هي اللغة الانجليزية. فطالما انت عملت اللغة الانجليزية فلازم تحط عنوان وتحط الوصف بجميع اللغات اللي انت هتترجم بيها، خلاص. فانا عامله هنا كده، اللي داخل بالانجليزي هيلاقي الترجمة دي، واللي هيدخل بالصيني هيلاقي الكتابة دي مكتوبة بالصيني، واللي داخل بالانجليزي او بالفرنسي او بالاسباني هيلاقي كل الكلام ده مكتوب بلغته. فايدة الترجمة أو أهمية الترجمة بتنقسم لقسمين. أول قسم زي ما احنا شايفين الترجمة هنا بالإنجليزي، خلاص. في قسمين، قسم الترجمة اللي بتظهر للمشاهد وهو بيشاهد الفيلم، تاني حاجة المفروض إن احنا بنعملها الوصف. زي ما انت كاتب ترجمة بالإنجليزي لازم تكتب الترجمة الوصف عندك بالإنجليزي، فلو المشاهد بيشاهد من دولة واختار الترجمة الإنجليزي هيظهر له الوصف بالإنجليزي زي ما الترجمة هتظهر له بالظبط. لو انت هو في الصين وفتح الفيديو وشافه او عمل بحث عن كلمة من دول، الكلام ده كله بقى مكتوب بنفس اللغة اللي المشاهد بيشاهد بيها. الفايدة في ايه؟ الفايدة ان اللي مكتوب على الشاشة ده اللي هو ماشي معاه خطوة بخطوة في الفيديو، اما الوصف فده ضروري، لان المحرك البحث اللي هو الشخص شغال عليه هو لما بيبحث بكلمة ممكن يبحث بكلمة بتكون مكتوبة في الوصف، لكن هو ما دخلش وعرف ان الفيديو عندك بيحكي عن ايه او عرف معناه ايه، بس انت كاتب له البتاوي المصري، هو ما يعرفش هو ايه ولا ايه صفاته ولا، ف
فكل حاجة انت بتكتبها في الوصف هنا بتبقى مهمة جدا في ان الناس وهي بتعمل بحث ان ممكن كلمة واحدة من دول طبعا حسب لغة الشخص كفيلة ان هي تخلي محرك البحث يقترحه عليه. الفيديو النهاردة طويل عشان كده قسمته جزئين ان شاء الله. ده تعريف بأهمية الترجمة. هنتكلم في الجزء الثاني الترجمة خطوة بخطوة وازاي توصلوا لها وازاي تحققوها. اتمنى ان اكون افدتكم النهاردة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناة، وتمنيت لكم بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.